للتفاصيل معنا من بيروت وزير الخارجية اللبنانية الأسبق فارس بويز. مرحبا بك معنا حضرة الوزير. حسب إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفاصيل الترتيبات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يتم التباحث بشأنها. زيارة لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إلى واشنطن بشأن مناقشة هذه الترتيبات، ما الذي يتابع لبنانيا ضمن تفاصيل المفاوضات؟ يعني في الحقيقة إنني لا أظن بأن فعلا اتفاق بوقف إطلاق النار هو أمر يعني قريب. أعتقد بأن هناك رغبة حتمية عند إدارة الرئيس بايدن في أن تنجز وقف إطلاق النار قبل نهاية العهد وقبل تسلم الرئيس الجديد ترامب. ولكن هذا لا يكفي، لأنني أعتقد بأن بالعكس الجانب الإسرائيلي يحاول فعلا الاستفادة من هذا الوقت الضائع أو من هذه المرحلة من أجل التصعيد، وهذا ما تثبته الأمور اليوم، حيث أن هناك عشرات الغارات وفي كل المناطق الجنوبية والشرقية وحتى جبل لبنان إلى آخره في التي حصلت منذ صبيحة هذا اليوم. نعم. فإنني فعلا لا أعول كثيرا على هذه الجهود. هذا بناء حضرة الوزير، هذا بناء على توقع من حضرتك في إطار قراءة المشهد، أو هناك معلومات وصلت لك؟ لا، هنالك يعني هنالك إشارات، لا أريد أن أقول معلومات بمعنى بالمعنى القاطع، هنالك يعني إشارات توحي بأن يعني مهمة هوكشتاين هي أكثر لرفع العتب من ما هي فعلا مهمة للإنجاز. أعتقد بأن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تثبت بأنها للحظة حتى اللحظة الأخيرة بأنها تمارس صلاحياتها وبأنها تسعى إلى إنهاء الأمور، ليقال بأن يعني نجحت إدارة بايدن ونجح الديمقراطيون بفعلا وقف إطلاقنا. بالنظر أن هناك أكثر من ذلك. طيب، بالنظر إلى يعني طبعا انتظار أن يتم تنصيب رسميا الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأول من يناير، وبانتظار هذا التنصيب، ما هي الحسابات اللي يمكن أن تكون متداولة الآن لحزب الله في استباق هذا التنصيب لترامب؟ حزب الله حاليا يقوم فقط يقوم بنوع من عمل دفاعي. حزب الله يخشى كما يخشى الكثيرون أيضا من أن نتنياهو من الآن حتى استلام ترامب يخشى الجميع من أن يحاول نتنياهو بفعلا التقدم في الجنوب من أجل فعلا تحقيق أمر واقع يسمح له فيما بعد فرض شروط سياسية أو اتفاق يعني على بمقاييسه. فمقابل هذا الشيء حزب الله يحاول أن يصمد أولا وأن يمنع أي اجتياح فعلي في الجنوب لعدم إعطاء يعني نتنياهو هذا المكسب. وهذا أمر يعني طبيعي. إذن الجميع في لبنان وليس فقط حزب الله يخشى بأن يستفيد نتنياهو من الوقت الضائع من أجل تقدم ما، من أجل اجتياح ما في الجنوب اللبناني يعطيه فعلا موقع لفرض شروط سياسية مقبلة عندما تحين الأمور. حضرة الوزير، هل الشروط المتعلقة بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 متفق عليها بشكل كامل بين الأطياف السياسية في لبنان؟ حتما في لبنان موقف واضح وجامع، وهو ضرورة
تطبيق القرار 1701، ولكن حسب المعلومات وحسب التصريحات والمواقف من الواضح بأن نتنياهو لا يعني لا يريد ولا يقبل بهذا القرار. إنه اخترع يعني موضوع تحويري لهذا القرار اسمه القرار 1701 بلس، أي 1701 معدل. والجميع يعلم بأن تعديل قرار من مجلس الأمن سيحتاج إلى عمل دبلوماسي طويل وعريض، ويحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، وهذا أمر غير واقعي. إذن من الواضح أن لبنان يريد تنفيذ القرار 1701، وورد ذلك على لسان رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة اللذين هما حاليا يعني السلطات بغياب رئيس جمهورية، وأن الجواب الإسرائيلي هو لا نريد 1701، نريد 1701 مضافا إليه شيء. ما هو المضاف إليه؟ المضاف إليه شروط تعجيزية، أي أن إسرائيل تريد أن تحتفظ بنقاط مراقبة على الأراضي اللبنانية، أي أن إسرائيل تريد أن تشارك القوات الدولية في عملية الكشف والتحقيقات التي تجرى داخل الأراضي اللبنانية، وأهل المشار يعني مجموعة، وتريد أيضا أن تحتفظ بحقها كما بين هلالين حقها بالقيام بغارات جوية استكشافية أو ما أشبه ذلك. فهذا كله يتناقض مع القرار 1701. ومن هنا هذا ما اخترعه نتنياهو هو 1701 بلس، أي مضافا إليه، مضافا إليه هذه الشروط التي لا علاقة لها بالقرار. لا، لكن هذه الشروط حضرة الوزير رفضت بشكل قاطع من قبل حزب الله وأيضا على المستوى السياسي اللبناني، أو ما زالت الأبواب مفتوحة للوصول إلى منطقة وسط في هذه الشروط؟ لا، يعني هذه الأمور رفضت من قبل رئيس المجلس، أولا رئيس المجلس النيابي الذي هو ثاني سلطة حاليا في البلاد وأول سلطة بغياب رئيس جمهورية، الذي قال نحن نريد تطبيق 1701 دون نقصان أو زيادة، لا أكثر ولا أقل من 1701. وهذا واضح، لأن يعني فتح الباب أمام تعديل هذا القرار هو الدخول بعملية يعني مبهمة، بعملية مجازفة فعليا. طيب، لأن هذا سيحتاج لاجتماع لمجلس الأمن، سيحتاج إلى تعديلات، سيحتاج إلى مفاوضات. نعم، هذا مشروع آخر. نحن هناك 1701 نريد تطبيقه بحذافيره كما هو. فقط قبل أن نتابع معك حضرة الوزير، نعلق فقط على هذه الصور التي نتابعها على الشاشة، ومن خلالها يبدو بأنه عمليات الإنقاذ تستمر في هذه الأثناء في بلدة علامات في جبيل بمحافظة جبل لبنان بعد غارات إسرائيلية، حيث الصحة اللبنانية كانت قد أفادت باستشهاد 20 شخصا في تلك الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت منزلا في تلك البلدة، بلدة علامات. وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال قصف أيضا هذه البلدة، وعلى ما يبدو بأنه ما زالت أعمال الإنقاذ تتابع الآن من قبل فرق الدفاع المدني المنتشرة في المكان. أعود لك حضرة الوزير، ونحن نتابع القصف الإسرائيلي المتواصل على البلدات اللبنانية ومنها بلدة علامات، باعتقادك إلى أي حد يمكن أن يضغط جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذه التوقيتات لانتزاع قبول تسوية ما؟ إسرائيل لديها تفوق واضح
بعدة أسلحة منها سلاح الجو، وهي فعلا تسيطر على الأجواء سيطرة كاملة ومطلقة، ولم يسمح للجيش اللبناني أو لأي قوة في لبنان منذ نصف قرن تقريبا بامتلاك سلاح مضاد للطيران، كي تبقى إسرائيل هي فعلا سيدة الأجواء. إسرائيل لديها أيضا طبعا تفوق بالموضوع الإلكتروني، بموضوع المخابرات، ولكن إسرائيل لا تملك تفوق على مستوى القوى البرية، أي أن مقاتلي حزب الله يعني لهم لا يزالوا يحتفظون بقدرات كبيرة، أولا نوعية وثانيا عددية. عددية يقدر أن لا يزال لحزب الله يعني عدد كبير من المقاتلين، ونوعيا أن هؤلاء المقاتلون يعني هم يعني أولا عقائديين يؤمنون بالشهادة ومستعدون لقتال شرس جدا، ويثبتون ذلك بحيث أن يوميا هنالك 4 إلى 5 يعني قتلى إسرائيليين يسقطون، وهذا لا تتحمله الحكومة الإسرائيلية على المدى الطويل. نعم. هذا لم تتحمله عام 2000، ولقد اضطرت للخروج الأحدي للخروج من جهة واحدة ودون شروط من الأراضي اللبنانية نتيجة الكلفة العالية لاحتلالها أول. ومن هنا إسرائيل عاجزة عن أن فعلا تحتل أراضي في الجنوب، وهذا ما يفسر بأن جيش إسرائيلي يدخل ويبقى دقائق فيفجر منازل ويخرج بعد ذلك ولا يستمر هناك، لأنهم يعلمون بأن المقاومة لازالت موجودة والمقاومة لها قدرات برية. نعم معينة. شكرا. في حرب برية إسرائيل لا تملك تفوق، حزب الله لا يزال والمقاومة لا تزال تمتلك خلايا نشطة ولا تزال يعني موجودة على الأرض، ولا يزال مقاتليها يعني فعلا فعالين بشكل أو بآخر. أشكرك جزيلا من بيروت وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز.